حدث حدث يا بن جهمان محمد بن عبد الهادي بن جهمان البريدي. الله المعركة المعركة المعركة. الله يا شاهينية أحمد بن علي السباعي. عنوان وعنوان التحدي وهنالك الشاهينية وأحمد بن علي السباعي. أسعد الله صباحكم. عنوان عنوان الشاهينية عنوان عنوان ولكن هنالك الشاهينية وأحمد بن علي السباعي. أسعد الله صباحك. والمركز الثاني كان من نصيب هنالك عنوان وصالح بن راشد الدعب. الواعد مشاغب والواعد مشعل بن حمد بن حسين البريدة والواعد. الشوط ولع الشوط ولع يا بوي. الواعد 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 راشد بن شفيع بن مقبل المري وهناك مشاغب شاغب المشاغب وواعد الواعد الواعد ولا المشاغب. واخر 100 متر يا مالك الواعد ويا مالك المشاغب. يا سلام مشاغب 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 يستعيد حقوقه المنهوبة لينتزع. هذا الشوط الرئيسي تهانينا والناموس أو هذا الدخول الجماعي إذا من قبل الواعد ومن قبل مشاغب. المركز الثالث كان مع ديبان للسيد فيصل بن علي المري. خيرة خيرة وعبد الله بن جار الله بن بخيت المري 300 متر تصنع خط النهاية بقيادة خيرة خيرة وعبد الله بن جار الله. سلام يا ابو جار الله سلام يا ابو جار الله سلام سلام يا خيرة 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 التحدي وخيرة الناموس. سلام خيرة سلام سلام يا ابو جار الله سلام. تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك خيرة عبد الله بن جار الله بن بخيت المري. اسعد الله صباحك يا ابو جار الله على هذا الاداء الجميل. والمركز الثاني كان من نصيب الدوحه ومبارك بن عبد الله بن سفران. المركز الثالث الرياضيه وراشد بن محمد البريدي. ينطلق الان ينطلق ليغير مجريات هذا الشوط لكن بالافجح يا بوي. الحركه حركه 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 هنا مع الصداره سريعه جدا من بالافجح يسجل هذه النقطه كما ابدع بالمنافسه في يوم الامس. يكون متواجد مع اخر 200 متر ليسجل هذه النقطه الصباحيه. سلام سلام بالافجح سلام سلام شعار متعب ومتعبه المتالقه دائما شعار باللفجح. تهانينا على هذا الأداء الممتاز. تهانينا لسيد هادي بن سالم باللفجح على هذا الفوز. المركز الثاني كان مع شعار بن هاملة الكايد حمد بن صالح بن هاملة. الثالث شعار بن جهويل. شعار محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري يقدم الذيب من كشر عن انيابه وانطلق في الصداره. المركز الثاني هذا لازم نعطيه حقه من الاذاعه. حامل الرقم 6 اذا هو شاهين حمد بن صالح بن هامله. لكن الذيب الذيب
الحبيب مع اخر 200 متر نهني السيد محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري، ومشكور مشكور على تقديم هذا القعود المميز. تهانينا والناموس مع اخر 100 متر تفصلنا على خط النهايه. نهني مالك الذيب، من قدم الذيب هذا العرض الجميل. تهانينا للسيد محمد بن راشد بن ثلاب الهاجري على فوز الذيب وانتزاعه للمركز الاول. المركز الثاني شعار بن هامله. بن هامله الله، النقطه الثالثه على التوالي، ولكن عادت مغصه ورا عبوبه. الله بن هامله، ولكن مغصه الامتار الاخيره. الله يا التحدي المتحديين هنالك. الله، تهانينا لمالك مغسى عبد العزيز بن كردي بن طالب منخص المركز الثاني، كان من نصيب الرعبوبة وحمد بن صالح بن هاملة. والمركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب الشاهينية وليد بن محمد إبراهيم السيد. وسالم بن جابر الحمزاب، وهنالك هداف وليد بن محمد ابراهيم. وثالث الاسماء وصل شاهين وسالم بن حمد بن جهويل الامتار الاخيره. الله، الامتار الاخيره والامتار الحاسمه، شاهين وسالم بن جابر الحمزاب. وهنالك سلام يا الحمزاب، سلام. تهانينا والف مبروك لمالك شاهين سالم بن جابر الحمزاب. المركز الثاني كان من نصيب شاهين وسالم بن حمد بن جهويل المري. المركز الثالث، وهنالك وصل هداف للسيد وليد بن محمد ابراهيم السيد. وصل شعار ظن، يصل شعار ظن على ظهر الدوحة. جابر بن علي بن جرحب المري مع الدوحة، وصلت الدوحة لتغير مع آخر 200 متر. وعد والدوحة، الدوحة ووعد، يا سلام. ولكن شعار السيارة، شعار ظن من حالفها الحظ في يوم الأمس بانتزاع السيارة ينتزع هذا الشوط مع الدوحة. الدوحة لسيد جابر بن علي بن جرحب، وسلام يا السيلية، سلام على هذا الفوز. المركز الثاني وعد سالم بن علي النجم، والمركز الثالث كان مع شعار بن جهويل سالم بن حمد بن جهويل. جابر بن علي بن جرحب المري، يلا يا بن جرحب روح بالفرمة، روح. ولكن المحاولة بن جهيم. الله، الأمتار الأخيرة والأمتار الحاسمة، شاهين وجابر بن علي بن جرحب، سلام بن جرحب، سلام. ولكن يا بن جرحب أسعد الله صباحك على هذا الأداء الجميل. تهانينا لمالك شاهين جابر بن علي بن جرحب المري. المركز الثاني كان من نصيب مبلش وعلي بن راشد بن جهيم. والمركز الثالث كان من نصيب شاهين وسالم بن علي النجم. التزام وجابر بن علي بن جرحب التزام، ولكن هنالك نجوم علي بن راشد بن جهيم. الله، روح يا بن جرحب، روح. بن جرحب. الله، التزام، التزم بن جرحب بهذا الشوط. الله يا بن جرحب، سلام على النقطة الرابعة على التوالي. تهانينا لمالك التزام، والتزمت بهذا الشوط وناموس هذا الشوط. جابر بن علي بن جرحب المري. المركز الثاني كان من نصيب الظبي محمد بن حمد الدعب. المركز الثالث كان من نصيب النجوم علي بن راشد بن جهيم.
الليلي ومسرح والطليلي والأمثار الحاسمة. الله الطليلي مسرح بنزروة بنزروة. الله الأمثار الأخيرة مسرح مع الناموس مسرح مع التحدي بنزر وصرح بهذا الشوط ليكون بطلا. بوب 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 بوب. سلام يا بن زروة، أسعد الله صباحك مع مصرح وصرح بهذا الشوط ليكون بطلا بهذا الشوط بن زروة ومصرح محمد بن زروة المري. والمركز الثاني كان من نصيب الطليلي وسالم بن علي النجم، ما قصر الطليلي نقول الحق قدم